تاني يا نيسان تو هي، انا مش عايز تاخير عن مواعيد الدار، مفهوم؟ نعم يا كابتن. كابتن شايفاني لابس شورت قدامك؟ انا مدير المنطقه الامنيه هنا يا نسا. مدير المنطقه؟ انا على اخر الزمن يتقال لي ماشي، انا هوريكم مين هو الضابط سعيد مدير المنطقه الامنيه هنا. صباح الخير يا عم ريحان. يا صباح النور، ازيك يا استاذه شيرين؟ الحمد على لله. فكره بقى انا غلبت مع الزرعه دي، مفيش اي نتيجه جايه معاها في اي شغل، حتى الدواء الجديد برضه مش جايب نتيجه. صراحه بقى انا بقترح ان احنا نشيل الزرع ده كله ونزرع الجديد تاني. لا ما تشيلش اي زرعه من مكانها، اتصرف، اعمل لهم اي حاجه، عالجهم، حط لهم دواء، اعمل اي حاجه الا انك تشيل شجره من مكانها. صراحه انا غلبت معاهم، مفيش اي فايده، انا بقى لي 40 سنه جنايني عمري ما شفت زرع بالشكل ده. امال انا جايباك ليه يا عم ريحان؟ اتصرف، انت اللي فيك البركه. ريحان افندم. يا هاني بقولك ايه، انا عايزاك تروح تجيب لي حمضر وتيجي بسرعه. حمضر نعمل بيه ايه؟ انت مالك حكله يا اخي، ملوش لازمه عندنا. هتروح تجيبه ولا مش هتجيب؟ اوامرك. وعايزاك تشيل الصبار اللي في الجنينه ده كله. اشيله ازاي؟ ده انا زرعه بامر ست شيرين، ده انا لو شلته تذبحني. كلها مات وهزرع غيره، فيها حاجه دي؟ وما تعملش كده، وبعدين عد عليا. حاضر. كلامي مفهوم؟ مفهوم يا هاني. ما تتاخرش. حاضر. يا مصبرني يا رب. خلاص يا احلى تيتا في الدنيا، يا وش السعد انت. اتقابلت بكلية إعلام جامعة القاهرة وهبقى أكبر مذيعة في مصر. ألف 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 مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. يا رب كده حقق كل اللي أنت بتتمنيه يا قلبي. يا رب. لكن قولي لي بقى، بيت الطالبات اللي أنت حجزتي فيه ده يعني أمان كويس؟ ما بقاش قلقانة عليكي؟ آه طبعا يا تيتا، عادي يعني، ما كل الطالبات اللي بيكونوا جايين من محافظات يدرسوا في القاهرة بيقعدوا ببيت طالبات. طيب مش عايزاكي تنسيني بقى عشان انا وحدانيه وانتي نور عيني من جوه، انا مش عارفه هفرقك ازاي واسيبك ازاي يا حبيبتي. طب بذمتك ده كلام حد يقدر يبعد عن القمر ده؟ انا هجيلك كل اسبوع خميس وجمعه، ما اقدرش استغنى عنك حبيبتي. والله حبيبتي قلبي، ربنا يخليكي ليا يا غاليه. يخليكي ليا حبيبتي الكل انتي. خير يا بنتي؟ ايه اللي مطلعك من السكن في ساعة متأخرة زي دي؟ خير يا بنتي؟ انت عايزة حاجة؟ يا أنسة يا بنتي. عم ريحان. انت يا أنسة. يا عم ريحان. سعيد انت بتكلم نفسك؟ لا لا لا، هي اكيد راحت تنام وانا بقى المفروض اخش انام. انا كمان. تصبح على خير. تصبح على خير ايه يا راجل؟ انت هتنام دلوقتي، الساعه ما جاتش 8. 8 يعني؟ ده كده جاب عاد نومي من بدري يا سعيد. تصبح على خير. طب بقول لك ايه، ما عندكش جوه لقمه كلها؟ اصلا هم قفلوا المطبخ. مش غير عيش وميه بس، لك لقمه في شويه ميه. عيش وميه؟ لا انا بيجي لي حموضه من العيش والميه، انا هنام خفيف. تصبح على خير. انت من اهله حبيبي.
صباح الخير. صباح النور. ام شهاب البلوزه دي مش نظيفه وانا كنت محتاجه ان انت تغسليها. نعم انت عارفه انا ما بغسلش هدوم لحد، كل واحده فيكم بتلم غساله وبتغسله في اليوم بتاعها. ايوه انا عارفه كده، بس انا هتاخر النهارده في المستشفى فبصراحه كده كنت محتاجه ان انت تساعديني. بصي مدام فريدة، أنا النهاردة كنت هتأخر شوية في المستشفى فهبات هناك. هينفع يا حبيبتي، قانون الدار عندي هنا محدش يبات بره. معلش بس أنتي عارفة إن أنا في كلية طب وصاحبتي كانت تشرح لي شوية حاجات كده. وأنتي عارفة من الأول مفيش حد بيبات بره. طب المرة دي بس عشان خاطر. أقول لك إيه؟ عشان خاطر. أنا عايز أعرف دلوقتي أنت بتعيطي ليه؟ أنا شو مسافرة وسايباني، وأنت عمرك ما عملتي كده. ده والله العظيم غصب عني، أنت عارفة الجامعة. طب أنت يرضيك إن أنا كل يوم أروح من المنصورة لمصر عشان أحضر بس المحاضرة وأرجع؟ أنت عارفة دي تكلفة قد إيه؟ ولو حتى ما كانتش تكلفة، انت عارفه لو قطر فاتني انا ممكن اتعب قد ايه بقى؟ يا حبيبتي انا قلقانة عليك، خصوصا انك انت هتسكني في سكن غير سكن الجامعة، وبعدين يعني الناس اللي انت هتسكني عندهم دول ما نعرفش هم بيعملوا ايه وبيتصرفوا ازاي، والبنات اللي جاية تسكن معاكي اخلاقهم ايه وجايين منين؟ انت والله العظيم اكيد ناس كويسة، وبعدين انت عارفة صاحبة الدار دي بنت انسة ومعاها مامتها، وبعدين يا تيتا يعني معلش عديها هي سنة دي بس والله. احنا ما لحقناش نحجز سكن الجامعه ودي المكان الوحيد اللي لقيناه ورخيص 300 جنيه بس، فمعلش عديها. وبعدين ما تخافيش انا معايا حتى منى، وانا هاجي لك كل خميس وجمعه وامشي كل يوم السبت. خايفه خايفه. خايفه من ايه بس يا تيتا؟ ما تخافيش امشي وانا قلقانه عليكي اصلا. يو شفتي بقى يا منى بتتصل. انت بقى والنبي خلاص ما تعيطيش، عشان كده انا القطر هيفوتني. والله العظيم هكلمك كل يوم. ما تغيبيش عليا. مش هغيب بقى والنبي ما تعيط يا تيتا، مش عايزه اعيط. انت مش ملاحظه ان الزرع هنا بيموت رغم المجهود اللي بيعمله ريحان فيه؟ وانت يعني مش عارفه هو بيموت ليه؟ ما انت عارفه، وعارفه كويس ان مهما عملنا معاه عمره ما هيتخض. وعلى خير استهان. صباح الخير يا ريحان. عايز بس يعني استاذن حضرتك، ابني وابن اخويا جايين لي وتقعدوا معايا في الاوضه بس يومين لحد ما يتم شغلهم، وهو على الاقل يساعدوني في شغلي. ما ينفعش طبعا، البيت ده فيه بنات، هتقعدهم فين؟ يا هاني ما حدش هيحس بيهم خالص، ده هم يومين وهيمشوا، على الاقل يعني يساعدوني في شغل الجنينه. هو انت فهمك بطيء ولا ايه؟ ما انا قلت لا. خلاص يا شيري مش كده. ماشي يا ريحان، خليهم يجوا بس بشرط يخشوا ويخرجوا من غير ما حد يشوفهم ولا يحس بيهم. ما حدش هيحس بيهم خالص يا ست هاني، كتر الف خيرك. شكل قوي. انت ايه اللي عملتيه ده؟ حد عارف اللي هيجولنا من انهي داهيه دول؟ هيقعدوا معانا ازاي وهيعرفوا ايه؟ ولما بقى يجوا يقعدوا معاه من غير احنا ما نحس هتعملي ايه؟ مين ده اللي يجي من غير ما احنا نعرف؟ صعب قوي الكلام ده يحصل معايا انا. صباح الخير يا مدام. أنا عايز أعرف إيه وضعي هنا بالظبط. وضعك؟ يعني إيه وضعك إيه؟ أنا خريج شرطة مدرسية، يعني ظابط، وأي بنت هنا لازم تعرف إن أنا ظابط في المنطقة هنا أهوت، وكل واحدة فيهم لازم تلتزم بالقواعد والقوانين بتاعة المكان، واللي مش هتلتزم أنا هحبسها. ده أنت اتجننت؟ تحبس مين وفين وليه؟ أنا لقيت أوضة صغيرة كده جنب أوضة عم ريحان، جبت لها قفل وجبت كام فار رميتهم فيها. علشان البت لما تدخل الفار يقعد يقرقط فيها وتقعد تصوت وتعرف ان وعد الله حق وتعرف مين هو الضابط بتاعي. انت اكيد اتجننت. حلو انك جبت الاوضه اللي عشان تتحبس فيها.
احبسك فيها واخلي الفيران اللي انت جايبها يقزقزوك وياكلوك، لان كل اللي فيك ده فلوسي انا. تحبس ابن اختك واحبس امك كمان. يا وصلت لامي، الاخوات بقى يحبسوا بعض يا جدعان. بتعملي ايه؟ انا ولا حاجة، انا باخد هدومك عشان اغسلها لك. كنتي بترغي مع البنت سماح بتقولي ايه؟ ولا حاجة، دي كانت عايزاني اغسل لها هدومها وانا رفضت عشان انتي اوامرك يا انسة شيرين. شاطر، عايزاكي بقى دايما تخلي اوامري حلق في ودانك، عشان لو فكرتي تشيلي الحلق ده انت عارفه ايه اللي هيحصل. طبعا فاهمه طبعا فاهمه. على اذنك يا ريسه شيرين. هي شيء مش هتبطل تعمل فيها مهندسه؟ ده هتطفش البنات، احنا كده هنشهد. تأمري بحاجه يا مدام؟ لا، غوري من وش. يا انسة سحر، انت يا سحر قومي. خير؟ ايه بتسهري كتير دي؟ نعم، انت مالك؟ مالي؟ لا هو مالي فعلا، لان انا صاحبة الدار. مش فاهمة فين المشكلة؟ مذاكر، انا في كلية اثار وعندي مذاكرة كتير، اعمل ايه يعني؟ لا انا فهمك فين المشكلة. المشكلة انك بتستهلكي كهربا كتير وانا اللي بدفع. ذاكري بالنهار. والله انا اللي اشوف احب اذاكر امتى واحدد الوقت المناسب ليا. وعموما انا اتعودت على السهر والمذاكرة بالليل، ويريد تخرجي بقى عشان عايزة نام. طب اعملي حسابك بقى من اول الشهر تشوفي مكان تاني تبقي تسهري فيه براحتك. لا طبعا، انا دفع الترم كله واوعدك اول لما يخلص انا لو ما كملش هنا اصلا. تمام. مالها؟ ألو، إيه يا ماما؟ أنا الحمد لله كويسة تمام، لكن اللي اسمها شيرين دي بنت صاحبة الدار مش مبطلة تضايق فيا، أنا خلاص زهقت منها ومن تصرفاتها معايا. مالها دي؟ شايفة نفسها شوية. يبقى خلاص مشيها من هنا بدل ما تخلي العين علينا. طالما هي حابة تقعد معانا نكرمها شوية لنفسها تقعدهم معانا،
وبعدين دي دفعة الترم كله وانا لازم اخليها تطلع من الاول. يا ترى ناوي على ايه يا شيرين؟ يا الله هو انت يا بنتي بتدوري على حاجه؟ قولي لي وانا اساعدك. قولي لي يا انسه يا بنت الحلال. انت يا بنتي ابويا وحشني وحشني ابويا وحشني قوي وحشني. طمني عليك اخبارك ايه؟ ليك وحشه كبيره. ايه فيها حد مالك؟ هو ابوك شكله مشتاقنا ولا ايه؟ عارف كان في بنت هنا بتدور على حاجه بس الظهر لما شافتكوا اتكسفت ودخلت جوه. بنت؟ انا مش شايف اي بنت. ده ابوك شكله منون يا مارو. شكله كده. طب بقول لك ايه يا حاج؟ فكك من الكلام دوت. انا امي بعت لك شويه اكل بس ايه يستاهلوا بقك. اكل؟ دي بعت لك حله محشي كرنب قلبت ريحه القطر. والله يا عمي عايز اقول لك واحنا جايين الفراخ البيضه اللي في الحله هتطير من الفرحه عشان هتشوفك. ارتيت يا عم ريحان. محشي كرنب فراخ. الله بس البت دي كانت بتدور على حاجه. ايوه طب تقول لي وانا كنت اساعدها. يا خسارة شفت الفيلا حلوة ازاي وفي الاخر الزرع كده دبلان. اكيد ما حدش بيهتم بيه والا ما كانش يبقى دبلان بالشكل ده. حرام والله. قولي لي صحيح انت معاكي وصل فوري ولا لا؟ اه طبعا جبته. اوعى تكوني نسيتيه. اكيد طبعا هيسالونا عليه. لا لا هو يا اختي معايا اهو. يوه نصحى نصحى فين يا اختي؟ اهو بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ مين ده؟ انا الضابط سعيد رئيس امن المنطقة دي كلها. طيب اللي اخركم لحد دلوقتي؟ معلش والله يا استاذ بس هو الطريق كان زحمه. والله احنا اسفين اسفين والله اخر مره مش هتتكرر تاني حضرتك. اسفين جدا. اول مره سامح بعد كده فيها سجن مفهوم؟ اه اتفضل اتفضلوا. حاضر حاضر. انت مين ده ولا ايه؟ احنا فين اصلا؟ احنا جينا انا حاسه العنوان غلط مش طبيعي. مساء الخير. مساء النور. منى عبد الحميد. هناء محمد علي. احنا حضرتك اللي حاجزين هنا غرفه فيها سريرين. اه بس انتوا اتاخرتوا ليه؟ معلش احنا اسفين جدا والله. اصل المكان هنا بعيد قوي عن محطه مصر واحنا جايين بالقطر. وانت عرفت شروط الدار؟ اه احنا قريناها على صفحتكم على النت واحنا موافقين. طب كويس عشان انا كنت عايزه انبه على حاجه كمان. اتفضل. الغسيل هنا يومين بس في الاسبوع. هما دول بس اليومين اللي مسموح لكم تستخدموا فيهم الغساله الاوتوماتيك. اي حاجه عايزين تغسلوها في وقت غير ده تغسلوها على ايديكم. في كمان موضوع مهم لازم اقول لكم عليه. اخر ميعاد لدخول الدار هنا الساعه 10 بالليل الا لو عندك شغل في الكليه وده غالبا بيكون في كليات الطب بس. انتوا اعلام؟ لا طبعا مش هينفع. انا بدرس اعلام وغاويه تمثيل واكيد هشتغل يعني هتاخر وهسهر. لما تبقي تشتغلي تبقي تجيبي اوردر التصوير بتاعك. الدار هنا مش سايبه. على فكره انت معاكي حق في اللي بتقوليه. احنا مش زعلانين خالص ده كده احسن. احنا مش هنتاخر ان شاء الله. ممكن بس تقولي لنا فين الاوضه عشان احنا تعبانين قوي عايزين ننام.
لا مش ممكن عشان انا لسه ما خلصتش كلامي. الملايات واكياس المخدات كل واحده فيكم هتغسلها كل 3 ايام. انا بحب النظافه ومش مسموح ابدا ان واحده تحط بقعه روج او بقعه مكياج على اكياس المخدات لاني هدفعها ثمنه. كل واحده فيكم تبقى تمسح وشها قبل ما تنام. طب ممكن لو سمحت تطلعينا بقى اوضتنا عشان احنا بجد تعبانين قوي وعايزين ننام. وصليهم اوضتهم يا مشاه.